العلم والدين بيمثلوا مدرستين مختلفتين، البشر بيدعوا انها بتطرح طرق الوصول للحقيقة وتكوين معرفة عن الواقع المحيط بينا، في حين ان العلم بيركز بشكل كبير على العالم الطبيعي، الا ان نتائج البحث العلمي قد تقود في بعض الاحيان لتبعيات نحو المعتقدات في عوالم وكائنات فوق الطبيعة. وبنفس الطريقة الدين بيركز بشكل كبير على طبيعة العوالم والكائنات الخارجة عن الطبيعة، إلا أن الدين بيقدم فرضيات عن طبيعة العالم الطبيعي. كنتيجة، العلم والدين في علاقة تفاعل بشكل دائم، ولا توجد طريقة سهلة لتحديد إن كانت العلاقة دي هتكون علاقة صدام، استقلال، أم تكامل. لقرون العلم والدين كانوا في غالب الوقت على حالة صدام، وأنصار الرؤية دي بيعتقدوا أن الصدام بين العلم والدين من غير الممكن تجنبه. أما أنصار رؤية الاستقلالية على النقيض بيأكدوا أن العلم والدين لم يصطدما أبدا، لأنهم بيتناولوا عوالم مختلفة تماما لم ولن تكون في حالة امتزاج أبدا. الدين بيتناول عالم السماء والإلهيات، أما العلم بيتناول عالم الطبيعة أو الواقع، لكن الرؤية دي بتتطلب تقسيم الواقع لعالمين مستقلين متعارضين، وبتتجنب تفسير واحد متسق ومتناغم للعالم والطبيعة اللي احنا جزء منها. وأخيرا، أنصار رؤية التكامل، في حين انهم مدركين ومعترفين باحتمالية الصدام بين العلم والدين، إلا انهم بيجادلوا ان نتائج البحث العلمي في بعض الأحيان لها تبعيات داعمة للرؤية الدينية، وكذلك المعتقدات الدينية ليست بالضرورة في حالة تناقض مع العقلانية العلمية. ودلوقتي فكر في آخر مرة أديت فيها عبادة دينية، إيه يا ترى الأساس العقلي اللي بنيت عليه إيمانك؟ هل هناك أساس عقلي بالمرة لاعتقادك الديني؟ ولو كانت إجابتك بنعم، إيه هي أدلتك العملية على عقلانية إيمانك؟ أما لو كانت إجابتك بلا، هل يا ترى إيمانك مجرد رهان للخلاص؟ فكر تاني.